السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا رب يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا رب يا علام الغيوب قنا شر ما همنا وغمنا. واشهد ان لا اله الا الله لما خلق الله جنات عدن وشق فيها انهارها وغرس فيها اشجارها وزينها للناظرين قال لها تكلمي باذني فقالت الجنة قد افلح المؤمنون. فقال لها مولانا تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ابدا. ابن ادم ابن ادم لا تركنن الى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، واذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب ان العيش عيش الاخرة، ان العيش عيش الاخرة. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له رجل اوصني يا رسول الله، فقال له السيد الجليل محمد لا تغضب. قال الرجل زدني يا رسول الله، قال له الحبيب محمد لا تغضب. قال له الرجل زدني يا رسول الله، قال له الحبيب محمد لا تغضب ولك الجنة. سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله، سعدت ببعثة احمد الازمان وتعطرت بعبيره الاكوان، والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان. صلى عليك الروح يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأريك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، الى اين اذهب بحضراتكم اليوم مع الدرس الرابع والاربعين والمئة؟ اذهب بحضراتكم لا الى مكان لا نصب فيه ولا تعب. اتوجه الان باجنحة من ريش الايمان الى الجنة. نحن اليوم على موعد بزيارة لجنات رب العالمين. ايها الاخوة الاعزاء، ها انا ذا اجد مكتوبا على بابها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. واجد الان امامي خير خلق الله محمدا عليه الصلاة والسلام، وحوله كوكبة من اصحابه كالنجوم النيرة. والان اجد امامي راوي هذا الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن ابيه
وهو ينقل الينا حديث الحبيب المصطفى. اسمعوه جيدا وانصتوا الى صوت النبوة في خشوع وجلال. قال جابر بن عبد الله: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: ألا أخبركم بغرف الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله، بآبائنا أنت وأمهاتنا. ماذا قال السيد الجليل؟ قال: إن الله تعالى خلق غرف الجنة من أصناف الجوهر كله، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فيها من ألوان النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال جابر: لمن هذه الغرف يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نياه. أفشى السلام، أطعم الطعام، أدام الصيام، صلى بالليل والناس نياه. قال جابر: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: امتي تطيق ذلك يا جابر، وسأخبرك عن ذلك: من لقي اخاه فسلم عليه فقد افشى السلام، ومن اطعم اهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد اطعم الطعام، ومن صام رمضان وثلاثة ايام من كل شهر فقد ادام الصيام، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فقد صلى بالليل والناس نياه. افشى السلام، اطعم الطعام، أدام الصيام، صلى بالليل والناس نيام. من هو جابر؟ من هو جابر راوي هذا الحديث الشريف؟ جابر هو الذي استمد شرفه يوم أحد، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر جلسة طارئة، وقال له: يا جابر، ان الله تعالى لم يكلم احدا من خلقه الا من وراء حجاب، ولكنه كلم اباك عبد الله بدون حجاب. انني اذيع اليكم هذا المشهد من فوق السماوات السبع. الرسول ينظر من وراء الحجب، الرسول الحبيب يستشف الغيوب. يا جابر، ان الله لم يكلم احدا الا من وراء حجاب، ولكنه كلم اباك بدون حجاب. كيف كان ذلك؟ ان عبد الله بن عمرو والد الراوي، والد راوي هذا الحديث، والد جابر بن عبد الله، لما مات شهيدا يوم احد كشف الله الحجاب بينه وبينه، وقال له: يا عبد الله، تمن علي اعطيك ما تشاء. اطير بكم الى هناك
حيث لا هناك. اطير بكم الى حضرة العرش. اطير بكم الى هذه الحضرة الالهية حيث النعيم المقيم، حيث وضع الله ارواح الشهداء في حواصل طير خضر تطوف بقلاديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن جل جلاله. لا، ومن انا حتى استطيع ان احلق في هذه الاجواء؟ من انا؟ انا من انا؟ انا في الوجود وديعة، وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا فرحا بعفوك يا مهيمن زلتي. انا من انا حتى اطير الى عرش الرحمن؟ انما استمد العون والمدد من الله لاقوى على شرح هذا الموقف، واخاطبكم بلغة لاسلك القلوب، فهي التي تقوى على اذاعة هذا النبأ. يا جابر، ان الله كلم اباك بدون حجاب، قال له: يا عبد الله تمن علي وعطك ما تشاء. الله يخاطب الشهيد: تمن علي، اطلب ما تشاء، اطلب ما تشاء، فانا مالك الملك وملك الملوك. فماذا قال الشهيد لرب العزة؟ قال: يا رب، اتمنى ان اعود الى الدنيا لاخبر اصحابي بما انا فيه من النعيم المقيم، ثم اقتل فيك مرة اخرى. حب الخير حتى بعد مفارقتهم الدنيا، كانوا يحبون الخير لغيرهم حتى بعد الممات. اتمنى ان اعود الى الدنيا لاخبر اصحابي بما انا فيه من النعيم المقيم، لا حبا في الدنيا، وانما لاقتل فيك وفي سبيل احلاء كلمتك مرة اخرى. حتى بعد مفارقتهم الحياة الدنيا كانوا مشغولين بحب الخير لغيرهم من الاحياء، فما بالنا قد تقطعت صلتنا؟ ما بالنا؟ ماذا قال له؟ ماذا قال له مولانا؟ اسمحوا لي ايها الاخوة، وانا اشرح هذا الموقف الجليل، ان ولتحيروني اذانا صاغية وقلوبا واعية. قال له: يا جابر، لقد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. من جاء الى هنا لا يعود الى هناك. في الذاهبين الاولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مصائرا للقوم ليس لها حواضر، ورأيت قومي نحوها يمضي الاصاغر والاكابر، لا يرجع الماضي الي ولا من الباقين غادر، ايقنت اني لا محالة حيث صار القوم صائر. يا جابر، لقد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. ان رجلا دخل مدينة البصرة وسأل الامام الجليل الزاهد ابراهيم بن ادهم، وقال له: يا شيخ، اين يوجد عمار؟ فقال له ابراهيم: سر امامك.
وسأله أين الحبوب يا شيخ؟ فقال له سر أمامه، فوجد الرجل نفسه بين المقابر، فقال له أين الحبوب يا شيخ؟ قال له أنت الآن واقف في العمار. قال له أنا واقف بين المقابر. قال له هذا هو العمار. قال له وكيف؟ قال له يا إبراهيم، لأن الذين هناك سيأتون إلى هنا جميعا، وليس واحد من الذين هنا سيعود إلى هناك، الكل يعمر هنا، الكل ينام هنا، الكل يصير ترابا هنا، سيصير عظام الرجال عظاما هنا، عظام الرجال سيصيرون عظاما نخرة هنا، هنا دار القرار، هنا دار المقر والاستقرار، هنا الآخرة، هنا دار العمار. ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر، هل رأيت الامن والراحة الا في الحفائر؟ فاشارت فاذا للدود عف في المحاجر، ثم قالت ايها السائل اني لست ادري. انظري انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجات، والتقى العاشق والقاني فما يفترقان، افهذا منتهى الامر؟ فقالت لست ادري. ايها القبر، ايها القبر تكلم واخبريني يا رمام، اخبريني يا رمام، هل طوى احلامك الموت وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. يا جابر، إن الله كلم أباك بدون حجاب، يا عبد الله، لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. يوم تموت يا ابن آدم سيكون لك ثلاثة أصدقاء، صديق لا يغادر عتبة دارك، وصديق يمشي معك إلى باب القبر ثم يعود، وصديق يدخل معك قبرك. أما الصديق الذي لن يغادر عتبة الدار فهو المال، المال الذي طفت الدنيا مشرقا ومغربا تجمعه، فقطعت الارحام واسأت العلاقات. عندما تموت لا يستطيع المال ان يتحرك خطوة واحدة الى الامام. انت الذي كنت تقبض على مفاتيح الخزائن بعنف وحرص، بعد موتك سيمد الورثة ايديهم فيأخذون المفاتيح بسهولة، وانت لا تستطيع حراكا ولا تستطيع ان تعارض او تدافع. ذهب نور العينين واصيبت الاذنين بالصمم، واصيب اللسان بالبكم، وتوقف القلب عن ضخ الدم، واصبح لا يدق، وانت تستعد لتحمل الى خشبة الغسل، تخلع ثيابك كما ولدتك امك، وانت الذي كنت لا تطيق ان يرى
لا دفاع لا معارضة. وقوده امام المغسل يقلب فيك كما يقلب الدرهم بين كفيك، ويوضع عليك الماء لا انت الذي تشكو من شدة البرودة او الحرارة، وانت لا تستطيع ان تلبس ثوبا، تفارق ثياب الدنيا كلها وتلبس ثوبا واحدا لن تلبس غيره يسمى الكفن، وليس للكفن جيوب تحمل فيها الماء، وليس للكفن جيب سحري تحمل فيه الشيكات، وليس للكفن ما تحمل فيه حقيبة او جهازا سريا او تهرب فيه مالا. المال، المال اول صديق يفارق ابن ادم بعد موته. رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة الى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. اما الصديق الذي يوصلك الى باب القبر فهم الاهل والابناء والاصدقاء. وعندما يقول الرجل الذي يقوم بالدف احضر الامانة، اصبحت بعد العز والرفاهية تسمى الامانة، اصبحت بعد السلطان والسولجان خبرا من اخبار كان، احضر الامانة. وعندما ينادي بهذه الكلمة ترجف قلوب الاهل والاصحاب. من الذي ينزل معه؟ من الذي يجرؤ ان يعبر هذا الجمرك معك الى داخل القبر؟ ان هذا الجمرك البرزخي مكتوب على بابه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره. فرادا، فرادا، ولقد جئتمونا فرادا واتينا يوم القيامة فردا. ولقد جئتمونا فرادا، لا حرف، لا خدم، لا حكم، لا احد، لا اصدقاء، لا دفاع، لا محاماة. كما خلقناكم اول مرة، لا مال ولا جاه ولا سلطان، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم ما ملكناكم اياه وراء الظهور، رميتموه وراء الظهور وجئتمونا فرادا. اما الصديق الوحيد الذي يدخل معك فهو عملك، ان كان كريما اكرمك، وان كان لئيما خذلك، فاجعله صالحا فانه عملك. ايها السادة الاعزاء، قال الشهيد لرب العالمين: فمن يخبرهم يا رب؟ قال له مولانا: انا اخبرهم يا عبد الله. يا جبريل اهبط على حبيبي محمد. لماذا؟ بقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. معاشر السادة الأعزاء، تعالوا نلقي النظرة الأخيرة على هذه البنود الأربعة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها مسوغات دخول الجنة، مسوغات دخول الفردوس الأعلى. من أسس الثلاث؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى إفشاء الثلاث، فقال: من لقي أخاه وسلم عليه فقد أفشى الثلاث. إذا مررت بأخيك المسلم وألقيت عليه السلام فقد أفشيت السلام، ولك بإلقاء السلام ورده 30 حسنة. السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات، وبركاته 10 حسنات. تذهب فورا إلى بنك الرحمن جل جلاله، حيث تجد هناك سيد الخلق وحبيب الحق، فتقدم له هذا الشيك 30 حسنة. اما التحيات التي عرفناها وتبادلناها، التحيات التي اخذناها واستوردناها من الغرب، فلا ثواب عليها. بونجور، بونسوار، جود مورنينج، هذه كلها كلمات لا يثاب عليها المسلم. حتى اننا غيرنا تحية الاسلام، غيرنا كل شيء حتى تحية الاسلام. اصبح المسلم الان يشمئز من قول السلام عليكم، من قول السلام عليكم. وانا لا انسى ذات يوم كنت اخاطب احد الناس في الهاتف التليفون، وكان الذي يرد علي ابنه الصغير الذي لا يتجاوز سنه 10 سنوات، وانا عندما اتكلم في التليفون لا اقول له، انما ابدأ الحديث بالسلام عليكم ورحمة الله. فلما سمع الطفل الصغير كلمة السلام عليكم اخذ يضحك كثيرا وينادي على ابيه قائلا: تعال لتكلم رجلا يقول في التليفون السلام عليكم ورحمة الله. شيء عجيب، شيء عجيب وغريب، اننا نترك كل شيء عن ديننا حتى تحية الاسلام. حتى السلام عليكم ورحمة الله اصبحت بين الناس موضة قديمة لا تستعمل، اصبحت طرازا قديما لا يستعمل، انما الذي يستعمل في اوساط الموظفين صباح الخير، عند اللقاء اوهوار، اذا ما تمت المسألة اوكي، ما اوكيه وما بكيه وما اوروار وما بونسوار وما بونجور، كلمات ما انزل الله بها من سلطان. السلام عليكم تركناها. ان عمر بن الخطاب جاء ذات يوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له علي بن ابي طالب ويقول: يا رسول الله، ان عليا اذا مر علي لا يبدأني بالسلام. واستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وقال له: يا علي، لما لا تبدأ عمر بالسلام اذا مررت عليه؟ فقال علي: يا رسول الله، لانني سمعتك تقول: من يبدأ اخاه بالسلام يبني الله له قصرا في الجنة، فاردت ان يبدأني عمر فيأخذ ذلك القصر في الجنة. رجال،
رجال اعتزوا بدينهم فاعزهم الله، رجال رفعوا راية الله فرفع الله رايتهم. اخشى السلام القى السلام على اخيه، الله اسمه السلام، والجنة دار السلام، وتحية الملائكة لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم، وتحية الله لنبيه محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أطعم الطعام، أطعم أهله وعياله، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب من الدنيا شيئا حلالا كافا به نفسه، متعففا به عن الناس، متعففا به على جيرانه، لقي الله يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر. السعي على الأولاد، إن من الذنوب ذنوبا لا تكثرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة، إنما يكثرها السعي على المعايش. وقال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر قوت المسلمين 40 يوما يريد الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وأدام الصيام، صام رمضان، ومع رمضان صام كل شهر 3 ايام، صام من كل شهر 3 ايام. وفي هذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام 3 ايام من كل شهر مع شهر رمضان كان حقا على الله ان يرويه يوم الظلم. اذا ما اشتد العطش بالعباد يوم القيامة كان حقا على الله ان يرويه يوم الظلم. وصلى بالليل والناس نيام، صلى العشاء والفجر في جماعة، والعشاء والفجر بالذات لانهما اثقل الصلوات على قلوب المنافقين. ولذلك قال سيد الخلق وحبيب الحق: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الذين يمشون الى المساجد في ظلمات الليل لاداء صلاة العشاء وصلاة الفجر بشرهم بنور تام من يوم القيامة. وكلنا في مسيس الحاجة الى هذا النور، ففي يوم القيامة يذهب ضوء الشمس ونور القمر. اذا الشمس قورت اي ذهب ضوءها، اذا جمع الشمس والقمر يوم القيامة فان الشمس لا تضيء وان القمر لا ينير. قال تعالى: فاذا برق البصر وخسف القمر. ومعنى خسف القمر اي ذهب نوره، اذا انتهينا النور الذي نسير فيه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، لا نور الا نور الايمان، لا راية الا راية الرحمن، لا شفاعة الا لمن نطق الحق وقال صوابا. ايها الاخوة الاعزاء، هكذا بين لنا سيدنا رسول الله لمن غرق الجنان. افتى السلام، اطعم الطعام، اقام الصيام، صلى بالليل والناس نيام. اسمحوا لي ان استأذن رسول الله لاعود الى هذا المكان الطاهر. سلام الله عليك يا سيدي يا رسول الله في رياض الجنة، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى
البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. واعمل ما شئت كما تدين تدان. واقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا لنعرف الله ونعبده في محراب العلم. شيء عجيب، شيء عجيب وغريب، وانا ادرس الانسان باجهزته واعضائه، فالمح يد الله تعمل في الخفاء، اسرار الهية وقدرة فائقة تدل على ان الصنعة لا بد لها من صانع. لما قرأت العلاقة بين الجهاز العظمي والجهاز الدوري، رأيت بين الجهازين علاقة وثيقة وتبادلا دبلوماسيا على مستوى السفارة. الجهاز العظمي يقوم بهضم المواد الغذائية وتحويلها الى مواد سائلة زائدة يسهل على الدم امتصاصها ليوزعها على خلايا الجسم كله. الدم بعد ذلك يتسلم العملية بامر ممن يقول للشيء كن فيكون. يتسلم المواد الغذائية من الجهاز الهضمي ذائبة بسيطة يسهل امتصاصها، فإذا ما نظرت إلى الدم رأيت فيه العجب كله. سائل، سائل يحتوي على خلايا حية سابحة فيه. مما يتكون، مما يتكون هذا السائل؟ يتكون من اشياء عديدة. الجزء السائل منه يسمى البلازما. البلازما لونها اصفر باهت. مما تتكون البلازما؟ مما تتكون بلازما الدم، وهي الجزء السائل من الدم. 90 منها يتكون من الماء. 90% من البلازما يتكون من الماء. ألستم معي أمام قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. 90% من بلازما الدم يتكون من الماء، و10% يتكون من المواد الغذائية الآتية: البروتينات، السكريات، الدهنيات، الأملاح المعدنية، وقليل من المخلفات العضوية. 90% ماء، و10% مواد غذائية. العجيب في الأمر انك كلما درست نفسك يا ابن ادم
وجدت نفسك تقوم في كل شيء على حساب وتقدير. من الذي جعل 90% من البلازما ماء و10% مواد غذائية؟ من الذي حسب هذا الحساب بحيث انه اقام الوزن بالقسط فلم يسقط في الميزان ولم يخسر الميزان؟ من الذي حسب هذا الحساب؟ اذا قالوا لك انها الطبيعة فقل ان الطبيعة صماء لا تسمع ولا ترى. ان الطبيعة صماء لا تسمع ولا ترى ولا تعقل. ليس لها ارادة وليس لها ادارة وليس لها تدبير وليس لها عقل. فكيف يستطيع الحساب من لا عقل له؟ 90% ماء، 10% مواد غذائية. من الذي حسب هذا الحساب كله؟ انه القائل انا كل شيء خلقناه بقدر. انه القائل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انه القائل وكل شيء عنده بمقدار. انه الله. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنية كالخيال، فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. اسألوا علماء الكون، اسألوهم مما يتكون هذا الدم الذي يدور دورته فيمد خلايا الجسم بالمواد الغذائية لتزداد الخلايا عددا وحجما ونموا، ولذلك يسمى بالجهاز الدوري. اسألوهم وكيف امد الخلايا بالغذاء، وكيف ان كل خلية عرفت طريقها. فخلايا السمع وصلت الى الاذنين ولم تصل الى العينين، وخلايا البصر وصلت الى العينين ولم تصل الى الاذنين، وخلايا الشم وصلت الى الانف ولم تصل الى العينين، وخلايا الذوق وصلت الى اللسان ولم تصل الى الاذنين، وخلايا اللمس وصلت الى الجلد ولم تصل الى العينين. من الذي عرف الخلايا طريق المواصلات؟ من الذي عرفه؟ اقرا قوله تعالى: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى كل شيء الى طريقه دون ان يتخلف. واذا نظرت في جهاز الدم رايته يتكون من الخلايا الحمى، وعددها في المليمتر المكعب 5 مليون كرة حمراء. عدد، من الذي حدد هذا العدد؟ الله. فاذا نظرت الى الكرات البيض رأيتها في كل مليمتر مكعب 10,000 كرة. من الذي حدد هذا العدد؟ الله. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اذا نظرت بعد ذلك رأيت في الدم شيئا يسمى صفائح الدم. بعد البلازما وبعد الكرات الحمراء والبيضاء رأيت ما يسمى بصفائح الدم، وهي عبارة عن جسيمات صغيرة مستديرة الشكل او بيضية الشكل، تتكون في نخاع العظام وتساعد على تجرف الدم حتى لا يصاب الانسان بالنزيف اذا جرح. من الذي امد الدم بهذه الكائنات الحية؟ انه الذي يقول: سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق فسوى. قولوا للملحدين الذين لا يعرفون الله ان الصدفة لا تخلق نظاما. هذا الكون مبني على نظام،
وكل نظام لا بد له من منظم، والمنظم لا بد ان يكون متصفا بالعلم والحكمة، لا بد ان يكون متصفا بالحكمة. هل ترى في عالم السماء تصدعا؟ فاذا لم تصدق البصر اول مرة ارجع البصر كرتين، اي مرتين، ينقلب اليك البصر خاسئا ذليلا حسيرا عليا، ينطق بكلمة التوحيد ويقول لك انا مخلوق للواحد الدلال. قول للملاحدة ان الطبيعة صماء لا تسمع ولا ترى، وقولوا للملاحدة ان هذا الكون يقوم على نظام، والستة لا تعرف النظام لانها عشوائية، لانها عفوية لا تدبير عندها. فاذا كانت الطبيعة من مخلوقات الله فان الخالق لها هو الواحد الديان، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. معاشر السادة الاعزاء، ان التوحيد هو عقيدتنا، ان الله ربنا، وان محمدا نبينا، وان القرآن كتابنا. ولا تعجبوا لما يجري اليوم على ارض لبنان من النزيف الدموي الرهيب، من النزيف الدموي الرهيب والعنيف. ان الذين قالوا ان الدماء التي تسيل في لبنان انما هي فتنة طائفية، ان الذين قالوا هذا الكلام لا يفهمون في الاحداث شيئا. ان الطوائف في لبنان عاشت من قديم الزمن، اذا فمن الذي يجري هذه الاحداث في لبنان؟ ما الذي يدور في لبنان؟ ان لبنان ليس فيها نصارى وليس فيها مسلمون، ان لبنان جميعها اعلنت الحرب، لا اقول على روسيا ولا على امريكا، انما اعلنت الحرب على الله الواحد الديان. لبنان ما يجري فيها اليوم انما هو انتقام من الله، انتقام من الله. لبنان بلد الشبكة، شبكة المجاري الجنسية. لبنان بلد الموعد، المجلة الرقيعة. لبنان وفيها حي حمراء تقام فيه بيوت الزنا علنا، وتكتب على كل بيت اسم المرة التي يأتيها الرجال، اسمها وجنسيتها، فلانة السويسرية، فلانة الانجليزية، فلانة الفرنسية، فلانة الامريكية. ما يجري اليوم في لبنان انما هو مصداق قول الله تعالى: واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لا تنسوا هذا، ودعوكم من الغافلين الذين يقولون انها فتنة بين النصارى والمسلمين. لبنان ليس فيه نصارى ولا مسلمون،
مسلم لبنان ونصارى لبنان، الكل على الحرب على الواحد الدلال. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مصرفيها، امرناهم بماذا؟ افهموا هذه الاية فهما جيدا على وجهها الصحيح. ان بعض الغافلين يقول امرهم بالفسق، الله لا يأمر بالفحشاء. واذا تأملت الاية هل قال الله تعالى امرنا مترفيها ان يفسقوا فيها؟ لا، امرنا مترفيها ففسقوا فيها، اي امرناهم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ان الله لا يأمر بالفحشاء، امرناهم بالعدل ففسقوا. امرناهم بالعدل ففسقوا. اما اذا كان المعنى ان الله امرهم بالفسق، لقالت الآية وامرنا مصرفيها ان يفسقوا فيها، كما في قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ان تؤدوا. فان وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعولا به، ان الله يأمركم تأدية الامانات الى اهلها. اما قوله تعالى امرنا مصرفيها ففسقوا، فان الفاء حرف عطف وفسقوا معطوف على امرنا، امرناهم ففسقوا عن امرنا وخرجوا عن امرنا، فحق عليها القول وحقت عليها كلمة العذاب فدمرناها تدميرا. ولا يظلم ربك احدا. امرنا مترفيها، امرنا اغنياءها، امرنا حكامها، امرنا فرنجية، امرنا كميل سمران، امرنا سهل حل، امرنا اسكندر غانم، امرنا فستاقها، ان يقيموا العدل، ان يقيموا العدالة الاجتماعية. ولكن لبنان بلد يأكل بثدييه، بلد لا يعرف لله الا ولا ذمة، بلد لا يعرف للخلق ميزانا. ان الاسطول السادس الامريكي كان اذا اراد ان يرفه عن جلوده جاء بهم الى ميناء بيروت. وانتم تعلمون ما معنى الترفيه عن جنود الوصول الامريكي، انتم تعلمون ما معنى الترفيه عن مشاة الوصول السادس الامريكي. ان الترفيه هنا لم يكون بقراءة القرآن وصحيح البخاري ومسلم، ان الترفيه هنا بالخمر والنساء. وانني انادي من فوق هذا المكان على بني قومي، اقول لهم تعالوا لتسمعوا معي هذه الجلسة التي عقدها سيد الخلق وحبيب الحق معه. اسمعوها باذان صاغية، اسمعوها بقلوب واعية. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: يا معشر المهاجرين، خصال خمس ان ابتليتم بهن ونزلنا بكم، واعوذ بالله ان تدركوهن. الاولى: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا
فتى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. الثانية لم ينقص المكيال والميزان الا اخذ بالسنين وشدة المهنة وجور السلطان. الثالثة لم ينقص المكيال والميزان الثالثة لم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القصر من السماء ولون البهائم لم ينطروا. الرابعة ما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل بأسهم بينهم. الخامسة لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدو من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم. عندما اقرأ هذا الحديث احمي الجبين اجلالا لرسول الله، كأن الرسول يعيش بيننا اليوم، كأنه ينظر بعيدا بعيدا من وراء الحجب ويستشف ما صارت اليه حال المسلمين. لم تظهر الفاحشة او الزنا اي جريمة الزنا في قوم حتى يعلنوا بها اي يجاهر الله بها الا تكافيهم الاوجاع الامراض التي لم نكن نسمع بها من قبل ذلك. والله ما كان ابو بكر مريضا بضغط الدم، وما كان عمر مريضا بالسكر، وما كان عثمان مصيبا بتصلب السرايين، وما كان علي مصابا بقرحة المعدة، ما عرفوا هذه الامراض. ولكن لما ظهرت الفاحشة اصبحت سيارات الملاك او التاكسي اصبحت اليوم حصنا حصينا لمن اراد ان يزني بامرأة. القانون لا يعاقب ولا يمد يده اليه القانون اصبح يحمي من اراد ان يزني في احدى السيارات، بل وقد تعين له حراسة خاصة حتى يقبل العملية، ان كان من رجال السياحة، ان كان من الاشقياء العرب، ان كان من اموال البترول، ان كان من الاموال التي اراد الله بها نصرة الاسلام. القانون يحميه، واذا عارضته او اعتديت عليه بكلمة فستذهبان معا الى القسم حيث تضرب انت حتى يسيل منك الدم ويقدم له هو عصير الليمون المثلث. اصبح المعروف منكرا واصبح المنكر معروفا، اصبح الذئب راعيا واصبح الخصم العنيد قاضيا. يا معاشر الاخوة الاعزاء، فست الفاحشة بين الناس، وقد قرأتم هذا الاسبوع عن شقي مجرم اطلقوا عليه لقب السفاح، وعاشت احياء القاهرة كلها في حال اضطراب وفزع. كلما نادى احد الناس في حي احضر السفاح اعلنت حالة الطوارئ في صفوف المواطنين، ودخلت الاولاد البيوت. ما قصة السفاح؟ ليس للسفاح قصة الا في مجتمعنا. السفاح شاب تافه حقير، ولكن الذي ادهشني وانا اقرأ عن حادثه انه لما سألوه من الذي علمك الشذوذ الجنسي، والشذوذ الجنسي هو فعلة قوم لوط،
عملية تهتز لها السماوات العلى. اذا اتى ذكر ذكرا اهتز عرش الرحمن غضبا. ولذلك فان عذاب الله لقوم لوط كان اشد عذابا للامم. اسمع الى البلاغ الحربي القرآني. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها. جعلنا عاليها سافلها. لانهم لما قلبوا ارضا قلب الله الارض بهم. قلبوا الاوضاع. اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. جعلنا عاليها سافلها. فكم قنبلة القيت على قوم لوط. ان العادة جرت ان البلاغات الحربية تحدد عدد القنابل بالطن او بالالاف. لكن القنابل التي انطلقت من القاعدة الالهية لا يحصيها عد. قال تعالى وامطرنا عليها حجارة. كانت القنابل تنزل كأنها المطر. اين صنعت هذه الحجارة؟ في المصانع الحربية الارضية؟ لا، حجارة من سجيل منضود متراصة مسومة عند ربه معلمه. قال المفسرون كان كل حجر مكتوبا عليه اسم الذي سيقتل به. فما اخفى حجر صاحبه الذي سيقتله ابدا. هل انتهت المعارك الى هذا الحد؟ هل اغلقت المصانع الحربية الالهية ابوابها وانتهت؟ لا. قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. ان الانتقام مستمر. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. الذي ادعسني واحزنني وانا اقرأ عن قصة هذا التافه الذي كان يخطف الاطفال فيهتك عرضهم وبعد ذلك يذبحهم. لما سألوه اين تعلمت الشذوذ الجنسية؟ فقال في دار الاصلاحية. اصلاحية كان من الاحداث وكانت الاصلاحية وتعلم الرذيلة في الاصلاحية. قلت في نفسي سبحان الله اصلاحية تعلم الرذيلة. ان الاسمين لا يجتمعان ابدا. اصلاحية ورذيلة هذا تناقض. والمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. اما ان تكون اصلاحية واما ان تسمى افسادية. وهذه حالة المؤسسات عندنا. اصلاحيات تعلم الرذائل. سجون تعلم المجرم اكثر من الذنب. تعلمه السبع الموبقات. سجون نظامها غلط وقوامها غلط. سجون لا تعلم التاديب ولا التهذيب. انما خصصت لتعذيب من يقول لا اله الا الله. اصلاحيه. اصلاحيه الاولى ان تسمى افساديه. مجرم له اربع ثواب ومع ذلك يطرد. لما لا يقام عليه حد الله؟ انه قتل فيجب ان يقتل. انه عتق العرض يجب ان يفعل معه العذاب الذي نص الله عليه. الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة.
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والله لو أقيمت حدود الله لأطرفت راية الأمان على كل بلد، ولكن الحدود معطلة، حدود الله معطلة. لو أقيمت حدود الله ما رأيت في السجن قاتلا، ولا في الطريق سائلا، ولا في البيوت عاقلا. ولكن للأسف، ولكن للأسف إذا جلس شباب يقرأ القرآن قالوا إنه اتفاق جنائي لقلب نظام الحكم بالقوة، فإذا ما ظهر مجرم يعتق أعراض الأطفال يدخل السجن ليستريح من غلاء المعيشة، ويستريح من أزمة المساكن، ويقوم على حراسته جندي برتبة الجاويش يحرسه بالليل والناس نياه، وبعد ذلك يأتيه الأمر بالإفراج فورا، فيخرج من السجن مرفوع الرأس مرفوع الكرامة. هكذا ولا يزال الذين كانوا يعذبون الناس أشد التعذيب لا زالوا يسيرون بيننا بكل كرامة، ولا زالوا يأخذون معاشهم معاش الوزراء، ما زال هؤلاء الجلادون بين صفوفنا ويتمتعون بكل الصلاحيات، ولكن إذا فلتوا من عقاب العبد فلن يفلتوا من عقاب رافع السماء بلا عمد. ما زال إن أحد الجلادين كتب عن سيد الجلادين، كتب في إحدى المجلات يقول: وكان يعمل تحت إمرة صلاح نصر، قال إن صلاح نصر كان عندما يريد أن يعذب مظلوما بريئا كان من ضمن ألوان العذاب أن يأتي بالمظلوم في أحد المراحيض، مرحاض مرحاض، فيعلق المظلوم من رجليه بحيث يكون رأسه في المرحاض إلى أسفل، ومظلوم آخر كانوا يذهبون به إلى إحدى المطارات فتعلق قدماه في إحدى طائرات الهليكوبتر، ثم بعد ذلك ترتفع الطائرة به وهو معلق إلى أسفل، ويلف به الطيار في أغصان الأشجار فتمزق جسمه تمزيقا. هذا لون من ألوان العذاب الذي اخترعه صلاح نصر. ومظلوم آخر يؤتى به في حر الظهيرة في شهر أغسطس، وتسلط عليه الأضواء الكاشفة بحيث تجفف الماء من جسمه، فيصبح لسانه جافا كالعصا. ومظلوم آخر يجلس على الكرسي الكهربائي. ومظلوم آخر يربط سلك في عضو التسجيل ويشد من عضوه. ومظلوم آخر تجرى له عملية غسيل مخ وهي عبارة عن أن يلبس طاقية كهربائية في رأسه ينفجر المخ منها. إنني أقول هذا الكلام مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. اذكروا الفاجر، ويقول في رواية أخرى: هتكوا الفاجر كي يحذره الناس. ومع ذلك كان هذا التعذيب يجري، كان هذا التعذيب يجري. ويطالعنا احد الصحفيين المصريين
تحت عنوان ما قل ودل في جريدة الاخبار لطالعنا ذلك الصحفي يمدح صلاح مصر بكلمات لا تقل الا انها كفر بالله. قال هذا الصحفي ذات يوم في سنة 1966 ان صلاح مصر رجل تكلأنا عينه بالليل ونحن نياه، انه رجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وبعد هذا كفر صلاح نفسه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، فماذا تركت للواحد الديان؟ ماذا تركت للواحد الديان يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. سبحانك هذا بهتان عظيم. والذين كانوا ينافقون هؤلاء ما زالوا على الكراسي الوتيرة ينافقون اولئك، والرؤوس التي كانت تنحني لفاروق ومن جاء بعد فاروق هي نفس الرؤوس التي تتكلم اليوم. والمبادئ ضائعة، المبادئ والقيم تائهة، والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول لنا في عزة وكرامة: لو استمع اهل السماء والارض على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ان الدنيا كلها لا تساوي هم ساعة، ولا تساوي غم ساعة، ولا تساوي نساق دقيقة. اعلموا انكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعن اعمالكم محاسبون، وعلى رب العزة ستعرضون، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة، ولعلها ساعة الاجابة وانت في عليائك وكبريائك، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اشف على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. يا رب قد عجب الطبيب فداونا، يا رب قد ظهر الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلتي فتولنا، ارحم ضعفنا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ايها الاخوة الاعزاء، واكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وكسائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. اذ قالت امرأة عمران: رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب.
وحد الله. وصل على الحبيب النبي. السيدة ام مريم كانت حاملا ونظرت حملها لخدمة بيت المقدس. نظرت لك ما في بطني محررا وهي لا تعلم ماذا في بطنها اذكر هو ام انثى. لان دي من خصائص الله تبارك وتعالى ويعلم ما في الارحام. والآية قالت يعلم ما في ملف يعلم من في الأرحام. قالت يعلم ما من تصيب العاقل وما تصيب الحقيقة. يبقى مش لو كان قال يعلم من في الأرحام من، يبقى العلم قاصر على الذكر والأنثى. يعني عارف هو ذكر ولا أنثى. انما يعلم ما في الارحام، يعرف اذا كان ذكر ولا انثى وعدد الحمل اللي في الدنيا كام والارزاق قد ايه والاجل امتى والعمل شكله ايه وطويل ام قصير ابيض واسمر وهكذا. يبقى ما تفيد الحقيقة اي تفيد علم الله الشامل لكل ما في الارحام. عددهم كام؟ الحوامل اللي في الدنيا كام؟ دي هتوضع انت وما تحمل من انت ولا تضع الا بعلمه. وما تحمل من انت ولا تضع الا بعلمه. الله يعلم ما تحمل كل انت وما تغيض الارحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يبقى لما يجي يقول لك ده العلم النهارده بيتعرف اللي في الرحم شكله ايه. هو ربنا قال يعلم من، ده قال يعلم ما يعلمه هو لسه غير عاقل يعني في طلب.